السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة السعيدة، بداية أهنئ نفسي بكل فخر واعتزاز كوني ضمن فريق منصة أريد وضمن مجلس إدارتها على مرور 8 سنوات من الإنجاز والتميز والتألق. 8 سنوات في عالم العلم، حيث الفكر يتوقد والمعرفة تتراقص بين الأفق والمدى. هناك منصة أريد بالنجاح تتوشح، وبالابتكار للأذهان تسعد وتهدي. أريد يا منارة العقول الباحثة، فيك الأسئلة تجد أجوبة وردة، والعلماء فيك يتحلقون متعانقين، وبالاكتشافات كل يوم تبهر وتجدد. منصة العلم حيث الأحلام تتجسد، والأمل في غد أفضل بالعمل يولد. أريد يا قبس النور في درب العلم، لك في القلوب مكان وفي الذاكرة تخلد. فلتحيا أريد شعلة لا تخمد، وفي سماء العلم كنجمة تتلألأ وتعبد. ونحن معك في كل خطوة ومسعى، لنرتقي بالعلم وللمجد نسعى ونرقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.